أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. مشاهدينا نذهب إلى العناوين التي اخترناها لكم لعدد هذا اليوم. البداية مع مظاهرات في المثنى ومعتصمون يطالبون بحقوقهم المشروعة وسط انتشار لقوات حكومية مختلفة. ثم بعد ذلك نتجه وإياكم حيث محافظة بابل، وهناك حرارة الشمس العالية لم تمنع المتظاهرين من النزول إلى الشوارع من أجل المطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. نتحدث هنا عن المحاضرين الجماعيين. بعدها نتابع مادة عن إطلاق سيارة تابعة لوزارة الدفاع النار قرب سيارة أجرة، ما تسبب بذعر مدنيين فيها. والختام سيكون مع استقالات في مجلس النواب في العراق. النائب عن تحالف سائرون حسن العقولي يستقيل رسمياً. البداية ستكون مع مظاهرات كبيرة تشهدها محافظة المثنى، وخرج من أم هذه المظاهرة من أجل رفض الفساد الحكومي وما سموها الوعود الكاذبة والتسويف إلى جانب نقص الخدمات. باقة والمالية أكل وحقوق الناس باعوا أراضينا ضد الحرامية ضد الحرامية باقة والمالية أعلنها الشعب، مو تطلع يا شعب حبيبي، أعلنها الشعب أعلنها الشعب أعلن ضد الحرامية باقة والمالية أكلوا حقوق الناس أكلوا حقوق الناس باعوا أراضينا باعوا أراضينا. اسمع اسمع ضد الحرامية ضد الحرامية ضد الحرامية اطلع يا شعب حبيبي. أحد منظمي هذه التظاهرة يعترض على وجود شرطة مكافحة الشغب ويهدد بالاعتصام في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين التي يعدونها، أي المتظاهرون يعدونها، حقوقهم المشروعة. طبعا هاي اول ملاحظه خرق بالنسبه للحكومه المحليه، لان احنا اعلنا اعتصامنا بباب دائره الكهرباء. لا تظاهر، واذا ما استجابت الحكومه نعلن الاعتصام. هاي اول شغله احنا نرفضها، شرطه اعمال الشغب يوقفون هنا، ما المفروض اعمال الشغب يوقفون هنا. خليته مني اخوان اخواننا مسؤولين الشرطه، سوا اخوان بلغنا نوقف بباب دائره الكهرباء. احنا مدنيين وسلميين ووطنيين، هذا الوضع مرفوض. باب دائرة الكهرباء نريد نعتصم، ما المفروض خلوك علينا شايته سلميين؟ احنا نريد الكهرباء، احنا عمال هاي المحافظة، احنا اكثر وطنية من اكثر المسؤولين. استاذ خالد سلمية 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 مظاهرات في البصرة تحدث عنها أيضا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا تواصل التظاهرات الجارية في البصرة، وقالوا إنها خرجت أيضا ضد الفساد الحكومي ومن أجل تواصل للأسف سوء الخدمات، وأيضا بسبب عدم توفير فرص العمل لآلاف الشباب. واحد يلعب
الآن نتجه وإياكم إلى موضوع آخر أو إلى منطقة أخرى، ولكن لا تزال المظاهرات هي التي تحتل الصدارة في الأخبار التي يتداولها عراقيون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مظاهرات كبيرة تشهدها محافظة بابل، ولكن هذه المرة كانت مظاهرات خاصة بالمحاضرين المجانيين كما يعرفون بهذه التسمية. هؤلاء المحاضرون خرجوا للمطالبة بتثبيتهم على بند الملاك الدائم ومن أجل إعطائهم حقوقهم وتوفير الوظائف للخريجين. فقط لك أن تتخيل معي رعاك الله أن هؤلاء الذين شهدتهم وشهدت عليهم وهم خرجوا في أجواء حارة جدا، وتعلمون درجة الحرارة في العراق حاليا كيف، خرجوا وهم لهم أطفال ولهم بيوت ولهم زوجات، ومع ذلك لا يزالون قائمين على أعمالهم ويقدمون محاضرات مجانية، ولا أحد من المسؤولين الحكوميين يكترث لشأنهم أو لتظاهراتهم أقل القليل حتى هذه الساعة. طبعا هذه التظاهرات للمحاضرين المجانيين بين فارزتين، لا تزال هذه التظاهرات متواصلة رغم ارتفاع درجات الحرارة وتواصل حر الصيف، ولكنهم أي المتظاهرون أبوا أن ينسحبوا من المناطق التي يتظاهرون فيها قبل إيصال صوتهم ومواصلة المطالبة بحقوقهم. وين التعيين يا كذابين؟ عبارة كانت مكتوبة على لوحة ربما تحملها محاضرة أو هي أم أحد المحاضرين وتشعر بالظلم الشديد الواقع على ابنها. الآن سننتقل وإياكم من حاربة للأسف الإنسان بقوت يومه ومصدر رزقه وحياته إلى من يحاربون حرية الإنسان ويحاربون أمنه ويتسببون بحالات من الذعر إلى المواطنين. البداية مع أحد المواطنين وهو صاحب دراجة نارية كان موجوداً في الشارع الرئيسي قطاع 30 بمدينة الصدر، تماماً كما ذكر نشطاء قالوا عن تلك المنطقة إن فيها أشخاصاً يقومون ببيع وشراء الدراجات في الشارع الرئيسي، وكان واجب المنتسبين هو منعهم من الوقوف، وحدث شجار بين القوة وهذا الشخص، لذلك اعتقلوه وصدروا دراجته. نتابع. هيا اطلع عليك يا
تعال دم 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 نشطاء مستغربين متذمرين مستائين قالوا هل هكذا يتم تطبيق القانون؟ حتى وإن كان هذا الشاب مخالفا ينبغي أن يكون التعامل معه بصورة آدمية لا بإذلاله بهذه الطريقة التي شاهدتموها قبل قليل. الآن كيف تقوم بعض الأجهزة الأمنية بإثارة الرعب لدى المواطنين؟ نشاهد كيف أن الأجهزة الأمنية تثير الرعب والفزع في قلوب مواطنين تماما، كما تداول نشطاء تصويرا يظهر سيارة تابعة لوزارة الدفاع وهي تطلق النار قرب سيارة أجرة في بغداد، ما تسبب بذعر لدى الأطفال والنساء الذين كانوا يستقلون سيارة الأجرة. المقطع الذي ستشاهدونه طبعا سبب إحراجا لإدارة عمليات أو قيادة عمليات بغداد، فاضطرت عمليات بغداد إلى نشر بيان تقول فيه باعتقال منتسب الدورية التي اعتدت على العائلة. هكذا يكون الأمن والاستقرار في العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي. نشطاء عراقيون تداولوا هذا المقطع بشكل واسع وأبدوا استياءهم، حتى أنهم قالوا هل هكذا هو الدور المنوط بالمؤسسة الأمنية؟ هذا إذا كان هناك مؤسسة أمنية كما يرى كثيرون، في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تجاوزت بصعوبتها إلى قيام رجل الأمن الذي ينبغي عليه أن يخدم المواطنين ويسهر على راحتهم وأمنهم، هذا ما كان ينبغي، إلى إطلاق النار وترويع أطفال وأمهاتهم في سيارة أجرة. الآن إلى الانشقاقات السياسية والحزبية في البرلمان بالعراق. النائب عن تحالف سائرون حسن العقولي يستقيل من منصبه كعضو في مجلس النواب بشكل رسمي، وتعد هذه ثانية استقالة لنائب بعد استقالة النائب عن تيار الحكمة عبد الحسين عبطان مؤخرا. لكن ما فعله النائب العقولي تبعه تفاصيل أخرى، شاهدوا الفيديو ومن ثم نخبركم بما قام به العقولي في وقت لاحق بعد استقالته. من هنا أعلن استقالتي من عضوية مجلس النواب، وأتمنى على أخوتي في أعضاء مجلس النواب العراقي أن يكملوا المسيرة، ولعله تتحقق هذه الأمنيات للشعب العراقي المظلوم. وشكرا. كانت استقالة العقولي الذي شاهدتموها قبل قليل بعظمة لسانه ربما كانت هي الأسرع في تاريخ البرلمان في العراق، حيث أن النائب عن تحالف سائرون حسن العقولي تراجع عن قرار الاستقالة الذي قدمه إلى مجلس النواب، تراجع في نفس اليوم. تعال مشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جلسة اليوم وبناء على البرنامج الانتخابي اللي وعدنا به أبناء الشعب العراقي، طبعا بالتأكيد هناك بعض الصعوبات اللي تمر بها العملية السياسية، والالتزامنا أمام الشعب العراقي قدمنا طلب استقالة، وأخوتي من كل الكتل السياسية رؤساء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب كانت وقفتهم وقفة أخوية مشرفة بالنسبة لي، أعتز بها كثيرا. وبعون الله سأراجع هذا الطلب الذي قدم وهو طلب الاستقالة، سأراجع هذا القرار إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة وكل أبناء البلد ممثلين عن الكتل السياسية لهذه الوقفة، وشكرا جزيلا. لا تعليق. الآن إلى النائبين ملحان المكوتر وعبد عون علاوي اللذان أعلنا انسحابهما من كتلة إرادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان: بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز، ومراعاة منا لعدم الرضا الشعبي عن أداء معظم الكتل السياسية، وتماشيا مع رغبة المرجعية الدينية الرشيدة
بضرورة العمل على تحقيق مصالح المجتمع، وانسجاما مع هذه التوصيات نعلن نحن الموقعون أدناه انسحابنا من كتلة إرادة نيابية داخل مجلس النواب والعمل كنواب مستقلين لتحقيق أماني وطموحات جمهورنا العزيز، مع تقديرنا واعتزازنا الكبير لقيادة الكتلة وتمنياتنا لها بالموفقية والنجاح. النائب ملحان المقوطر، النائب الدكتور عبد العون العبادي. شكرا. بعد ما شاهدتم فيما يتعلق بالانسحاب والاستقالة في مجلس النواب وهذه الخلافات الحزبية المتواصلة التي أصبحت حديث الشارع العراقي وحديث وسائل التواصل بالمناسبة، وصلنا الآن إلى مسألة أخرى في فقرة آراءكم طبعا، وهي مسألة تحدث عنها الكثير من الشباب العراقي في فيسبوك أيضا، وهي حالة اختطاف أطفال من أمام منازلهم، وكيف أن كاميرا الرصد تقوم فقط برصد الحالة ولا نجد أي نشاط يذكر لجهات أمنية من أجل إعادة الأطفال إلى ذويهم. نتابع هذا المقطع، بعده نذهب إلى التعليقات تماما كما تظهر أمامكم هنا. سيارات مرصودة من خلال عدسة كاميرا مراقبة، وهنا أحد الأشخاص يقوم بحمل طفل ويركض سريعا دون حسيب ولا رقيب، يأخذه معه بسيارته، وما من أحد في الطريق، وما من وسيلة أمنية، من عربة أمنية، من قوة أمنية كالقوى التي مثلا كما يقول الشباب العراقي تمنع العراقيين من التظاهر، كالقوى التي مثلا أطلقت الرصاص، وشاهدنا قبل قليل على بعض الأهالي الذين كانوا يستقلون سيارة أجرة. أين عمل هذه المؤسسات الأمنية إذا صحت التسمية من أجل إعادة هذا الطفل إلى ذوي هذا الطفل المختطف؟ نتابع الآن أبرز التعليقات التي جاءت كرد فعل على هذا الفيديو. حسين يقول: هذه نتيجة طبيعية للسلاح المنفلت في البصرة وعدم المحاسبة وغياب القانون. كان هذا موقف حسين. في تعليق آخر، بسام الرشيد يقول: يوم عن يوم الوضع إلى الأسوأ، إيش راح يصير بعد؟ بعد بسام نذهب الآن إلى تعليق ثالث أو منشور ثالث. في المنشور الثالث فاطمة تكتب: هذا حال البلد من الاحتلال لحد الآن، هيتش يومية مصيبة. فعلا استشعار من شعور أم ومن شعور مواطنة مسؤولة. جواد قاسم يقول: الأجهزة الأمنية متوجهة على المتظاهرين وعايفة العصابات بكيفها تلعب. كما قلنا لكم، هذا ما يقوله الشباب على مختلف وسائل التواصل. مهند أو مهاند تقول: الحكومة تركض وراء علي الشياع يوميا ساجنته، والعصابات تخطف وتهرب، ما حد يقدر يحكي وياها. والله معك حق كما يقول كثيرون. مرتضى الأزرجاوي يقول: العصابات والميليشيات المنفلتة صارت تقتات على الخطف والتهريب. فسؤال برسم الإجابة أيضا شاع على كثير من حسابات الشباب العراقي في فيسبوك: أين الحكومة الحالية؟ أين الأجهزة الأمنية؟ تجدها في غير مكان. بعد قليل نذهب إلى فقرة هاشتاج. عن وزارة الكهرباء، الهاشتاج الذي اخترناه لكم في هذا العدد من تواصل دوت كوم، نقرأ عليكم أبرز أربع تغريدات ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني. وزارة الكهرباء، سهد تكتب: درجة حرارة بالأربعين وكهرباء ساعتين بساعتين وقابلين، وهسا تغيرت البرمجة صارت 4 ساعات قطع وساعتين ينطو. الله يرضى، الله يرضاها، أدري شنو إحنا يهود. والله معك حق تغضبي. فرحان خالد يقول: الكهرباء 2 في 4 والساعتين بالتقسيط المريب، وترك علامات تعجب. الشعب مستاء يا جماعة كما ترون. في تويتر علي يقول: في بلد ميزانيته 112 مليار دولار عجز عن توفير كهرباء، ونحن في 2019 3 أيام صارت بلا كهرباء، المحولة عاطلة، نراجع دائرة الكهرباء يقولون انتظروا قدامكم سرة، لعد هاي الموظفين نايمين بالدائرة شي يسوون. والله معك حق يا علي، تستاء وتغضب كحال كثيرين من العراقيين. محمد يقول: 75 مليار دولار تم تخصيصها لوزارة الكهرباء منذ عام 2005،
كان من المفترض أن توفر طاقة بمقدار 75 ألف ميجا وات، النتيجة هي توفير 16 إلى 15، أي بما يعادل 20% من الصرف و 80% من المال العام تم هدره. كان هذا أبرز ما اخترنا لكم في تويتر حول واقع وزارة الكهرباء وما يصل إلى المواطنين من كهرباء يومية. هناك من يقول يصلنا ساعتين، هناك من يقول يصلنا 4 ساعات، وبالمحصلة 75 مليار دولار كما يقول مواطنون، وللأسف لا يجد أحد أي خدمة كما يجب. بعد قليل ننطلق وإياكم إلى فقرة الفيديوهات المنوعة. بعد أن انتهينا من فقرة هاشتاغ ومعاناة العراقيين بشكل عام فيما يتعلق بواقع الكهرباء، إلى معاناة عراقية ولكنها خاصة بالأمهات، بالأرامل الذين فقدوا أزواجهم منذ الاحتلال الأمريكي. 23 من حزيران هو اليوم العالمي للأرامل. التقاعد من الشهر الثاني، ولي حد الآن ما وصلت دائرة التقاعد. دائرة النفوس ما حد يقدر يفوت بيها، ومعاملاتهم خشنة وما يقومون بمعاملة المواطن. رحت أقب على الشباك 3 ساعات 4 ساعات بالشمس، حتى وجهي تأثر من أشعة الشمس، والله ما عندي كل أحد، ولا عندي ولد، وما عندي كل أحد، ولا عندي فلوس، ولا عندي راتب، وأريد أعالج وجهي ما أقدر، إيجار ما أقدر أدفع. وإحنا معاناتنا كثيرة كثير بالموصل، وخصوصاً الأرامل. في الفيديو المقبل وهو الأخير معنا في هذا العدد من تواصل.com، وعلى غرار خطابه بان الانتخابات الأمريكية، ترامب يوم أن قال سنعيد العظمة للولايات المتحدة الأمريكية، هو مجدداً ها هو يعيد نفس العبارة ولكنه يقصد إيران. كيف سيعيد ترامب العظمة لإيران؟ تعالوا نشاهد معاً. ختام الحلقة، دمتم بخير وإلى اللقاء.